ماما انا نفسي اخرج، انا مش عارفة بابا ليه مانعنا من الخروج. خليه يا ماما يخرجنا لو سمحتي. معلش يا حبيبتي انا هتكلم معاه تاني يمكن يرضى يخرجنا. هو مش بيسمع كلام حد غير جدي. ايوه جدك متحكم فيه وحوله لشخص وحش جدا. لازم بابا يبعد عن جدي، ده احسن ليه ولينا. مساء الخير، العشاء جاهز وكلهم مستنيينكو. اللهم احنا مش جعانين. معلش استحملوا وحاولوا تيجوا معايا، انتوا عارفين الزعيم لو انتوا ما جيتوش هيزعل. عندك حق، يلا يا حبيبتي معلش نروح ناكل معاهم. حاضر يا ماما. مالكو وشكو عامل كده ليه؟ واضح ان انتوا متضايقين ومش عايزين تاكلوا معانا. ما انت عارف ايه اللي مضايقنا، احنا عايشين محبوسين في البيت ده بقالنا سنين. ما انا جايب لكم كل حاجه في البيت، مش ناقصكم اي حاجه. انت ازاي تكلمي بابا كده؟ بابا بيحاول يعمل لكم كل حاجه كويسه. قولي فين الحاجه الكويسه دي؟ بنتك مش عارفه تروح المدرسه ولا حتى تخرج مع اصحابها. ايوه احنا كده عايشين في سجن مش في بيت. انا مش عايز كلام في الموضوع ده تاني، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا. مفيش خروج يعني مفيش خروج. ايه ده، دي مش عيشه، احنا عايزين نبقى ناس طبيعيه. بنت ما ترديش على جدك، القرار اللي يقوله يتنفذ على طول. انت ايه اللي عملتيه مع بابا بره ده؟ انا مش قلت ما نتكلمش في الموضوع ده تاني؟ احنا بصراحة زهقنا من الحياة دي ونفسنا نبقى احرار تاني. انت من ساعة ما بنتك اتولدت وهي ما خرجتش بره البيت. ما انت عارفة بابا عنده اعداء كتير جدا، ولو خرجنا من البيت ممكن نموت في نفس اللحظة، علشان كده مفروض ما نخرجش بره البيت ده ابدا. انت بقيت شخص شرير قوي وبتسمع كلام باباك في اي حاجة. ده بابا ولازم اسمع كلامه، وانت لازم تسمعي كلامي. واحنا ليه نقعد ندفع ثمن اخطاء باباك؟ احنا ما عملناش حاجة غلط وعايزين نعيش حياة طبيعية. بابا ده مخليكوا تعيشوا حياة محدش يحلم بيها، كل حاجة بتحتاجوها بتلاقوها موجودة في البيت. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. واعملي حسابك طول حياتنا هنعيش في البيت ده ومش هنخرج منه الا لو بابا امر بكده، فاهمة ولا لا؟ الناس دي صعبانة عليا قوي، انا لازم اساعدهم. انا سمعت كل حاجة يا ماما. احنا كده يا ماما هنعيش كل حياتنا محبوسين هنا؟ تقريبا كده يا حبيبتي. بتقول ايه؟ سرقوا شحنة الاسلحة بتاعتنا؟ انا عايز العيلة دي كلها تموت. خير يا بابا، عايزني في حاجة؟ عيلة عزام سرقوا شحنة الاسلحة بتاعتنا. طيب وهنعمل ايه يا بابا؟ لازم كل العيلة دي تموت، يا اما هيعرفوا طريقنا وهيجوا يموتونا هنا. ماشي يا بابا، بس انا عايز اقولك حاجة، مراتي وبنتي مش عاجبهم العيشة اللي احنا عايشينها دي، وانا مش عارف اعمل معهم ايه. لازم تكون قاسي عليهم، ده مستقبلهم، ولو انت مكاني هتعمل نفس اللي انا بعمله بالظبط، اوعى تسمع كلامهم او تنفذ اللي هم عايزينه. حاضر يا بابا، انا هعمل اللي انت بتقول عليه. لو سمحت كنت عايز اتكلم معاكو. خير يا قاسم، الزعيم عايز ايه المرة دي؟ لا مش الزعيم اللي عايزكو، انا اللي عايز اتكلم معاكو. خير عايز ايه؟ انا بصراحة المرة دي جاي اساعدكو. انت اكيد كذاب، دي اكيد خطة انتوا عاملينها والزعيم هو اللي عامل الخطة دي عشان يوقعنا في مشكلة. ايوه يا ماما ما تسمعيش كلامه. صدقوني انا جاي ساعدكو، انا مش قادر اشوفكم مسجونين في البيت ده اكتر من كده. ارجوك قولي الحقيقة، انت جاي تساعدنا بجد ولا لا؟ صدقيني انا جاي ساعدكو، انا سمعت الزعيم بيقول ان انتوا هتفضلوا عايشين هنا بقية حياتكو، وعايز ابنه يعملكو بأسوة علشان تخافوا وتسمعوا كلامه، وكمان في عائلة بتدور عليكو ممكن تموتكو. ايه ده، في عيلة عايزة تموتنا؟ اكيد دول اعداء جدي. ايوه عشان كده انا عايزة اساعدكو، انا لازم اخرجكم من البيت في اسرع وقت. بس الزعيم وجوزي عمرهم ما يخلونا نسيب البيت ده ابدا. انا عندي خطة اخرجكم بره البيت. بس كده جدي ممكن يقتلك. انا كده كده عايش ميت، حياتي هنا ملهاش اي لازمة، على الاقل هعرف اساعدكو. طيب هنخرج ازاي من هنا من غير ما يشوفونا؟ انا عارف المواعيد اللي هما بيناموا فيها، ادوني بس يومين هرتب موضوع خروجكم من هنا. شكرا قوي، انت بجد كده هتنقذ حياتنا. ان شاء الله المهمة تتم بنجاح، وياريت ما تتكلموش في الموضوع ده خالص علشان ما حدش يسمعكو. اخيرا يا ماما هنخرج من هنا؟ ان شاء الله يا حبيبتي نطلع من هنا في امان ونعيش حياة طبيعية. بقولك ايه، انا مش عايزك تثق في مراتك او بنتك. ليه يا بابا بتقول كده؟ انا شاكك ان هم بيرتبوا ان هم يهربوا من البيت.
ما اعتقدش يا بابا، تقريبا هيخافوا يهربوا. اهم حاجة خلي بالك ونخلي عيننا عليهم، لانهم ممكن يبوظوا كل اللي احنا بنعمله ده. ما تقلقش يا بابا، هم استحالة يفكروا في كده. غبي، انا هتابعهم بنفسي. بقولك ايه يا قاسم، انا عايزك تفتح عينيك الفترة اللي جاية دي. ليه؟ خير يا فندم، في ايه؟ مالكش دعوة، اهم حاجة تأمن الباب وما تخليش حد يطلع ولا يخرج من هنا ابدا. حاضر يا فندم. يا ترى عارف حاجة؟ ما اعتقدش، لو عارف كان زماني ميت دلوقتي. ايه الاخبار، جاهزين؟ ايوه، احنا جمعنا الشنط بتاعتنا. خلاص هات الشنط، انا هنزل هودي الشنطة دي وهرجع اخدكو. يلا تعالوا وراي، بس ما تعملوش اي صوت. انا سمع صوت، انت متأكد ان هم نايمين؟ ايوه متأكد. وعلى العموم خدي المسدس ده معاكي علشان لو حصل حاجة استخدميه. ماشي، ربنا يستر. طيب يلا ننزل بسرعة قبل ما حد يشوفنا. ايه ده جدو؟ انا مش غبي، انا كنت متأكد ان انتوا بترتبوا الحاجة. وانت يا قاسم تعمل كده بتساعدهم على الهروب؟ ايوه انا كان لازم اساعدهم، هما ما يستحقوش الحياة دي. انت عارف الخاين اللي زيك بيحصل له ايه؟ ارجوك خلينا نمشي وانسانا، واحنا ملناش دعوة بيك ولا نجيب سيرتك في حياتنا تانية ابدا. انسي ان ده يحصل، عمركم ما هتخرجوا برا البيت ده ابدا. صدقني اعدائك مش هيعرفوا طريقنا، مش هيعرفوا يهددوك بينا ابدا، وانت كده هتبقى حر في مشاكلك معاهم. انت ذكية بس برضو لا. ارجوك انا مش عايزة اذيك، احنا هنمشي يعني هنمشي. انت ضعيفة ومش تقدري تعملي اي حاجة. بس انا هقدر. ايه ده، الزعيم مات. يلا اهربوا انتوا، انا حطيت لكم الشنط في العربية. طيب وانت مش هتيجي معانا؟ انا اللي موتته ولازم استحمل اللي هيحصل. لو هربت معاكوا هيدوروا لحد ما يلاقوني. يلا اهربوا بسرعة قبل ما ييجوا. اقف عندك يا قاسم. انت يا قاسم تموت بابا وتهرب عيلتي؟ ماشي انا هوريكم كلكم. احنا كده بعدنا عن البيت الحمد لله. ماما هو كده جده مات ولا لا؟ معرفش، هو واقع قدامنا بس معرفش مات ولا لا، واكيد باباكي بيدور علينا دلوقتي. طيب وهنعمل ايه يا ماما؟ هندور على اي مكان امان نبات فيه النهاردة ونشوف من بكرة هنعمل ايه. يلا يا حبيبتي تعالي نتحرك بسرعة. الفندق شكله حلو يا ماما. ايوة بس لما ندخل على المديرة اتحكي علشان ما تشكش فينا. حاضر يا ماما. مساء الخير، كنا عايزين نحجز اوضه انا وبنتي. حاضر، الاسماء ايه؟ انا ناديه وهي اميره. ماشي تعالوا ورايا. ايه رايكم في الغرفه؟ جميله، شكرا قوي ليكي. ماشي انا هسيبكم ولو احتجتوني هتلاقوني تحت دايما. ماما انت ليه ما قلتيش اسماءنا الحقيقيه؟ علشان باباكي لو جه يدور ما يعرفش ان احنا موجودين هنا. انا كده دفنت بابا، لازم دلوقتي انتقم من اللي عمل فيه كده. انا مش مصدقه يا ماما، احنا عايشين حياه طبيعيه. اهم حاجه يا حبيبتي ندور على مكان نستقر فيه، وان شاء الله اللي جاي احسن. بتقول ايه، عرفت مكانهم؟ طب انا جاي لك حالا. يلا
الله يا حبيبتي، تعالي نحضر الشنط عشان ندور على مدينة تانية نعيش فيها، اكيد هتبقى امان اكتر من المدينة دي. مش هتلحقوا تروحوا في اي مكان. ايه ده، انت عرفت مكاننا ازاي؟ مش مهم، لازم تعرفوني فين مكان قاسم. صدقني ما نعرفش طريقه. ما تدورش انا هنا. الحمد لله انت جيت في الوقت المناسب. الحمد لله انا كده اطمنت عليكو. انا هسلم نفسي للبوليس وانتوا عيشوا حياتكم اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيها. الحمد لله يا حبيبتي، احنا في مدينة جديدة دلوقتي وبداية جديدة ان شاء الله. يعني يا ماما هعرف اروح مدرسة؟ طبعا يا حبيبتي هتعملي كل حاجة انت بتحلمي بيها. ياه!